السلام عليكم، اهلا بكم في كورس اساسيات البرمجة مع المهندس شريف الديب. الكورس هيكون عبارة عن دروس عملية فيها الزتونة والخلاصة. طريقة شرح الكورس ده هتكون مختلفة شوية، لكن هتساعدك في تطوير معلوماتك البرمجية بسرعة جدا. كل مجموعة دروس متتالية هتكون عبارة عن تصميم لأبليكيشن كامل. في كل درس هتعمد احط مشكلة وهنحاول مع بعض نحل المشكلة دي طول الدرس. ده هيخليك تعرف ليه احنا بندرس الجزء ده وليه بنكتب الكود بالطريقة دي بالذات، مع ان كان ممكن نكتبها بطريقة ابسط شوية. وده هيخليك دايما لما تيجي تبدأ مشروع هتكتب الاكواد من اول مرة صح، عشان انت هتكون متوقع مشكلات معينة ممكن تقابلك لما الكود يتعقد منك، فانت هتبقى اخد بالك من الاول ان انت كاتب الاكواد كلها صح. مبدئيا كده عشان تتابعوا الكورس بالكامل ونرد على استفساراتكم، تابعوني على الفيس واشتركوا في جروب الكورسات. الاكونت بتاعي على الفيس هو facebook.com/eng.debo، انج اي ان جي اختصار انجينير، وديبو دي اي بي او. واعملوا سيرش على الفيس على جروب كورسات المهندس شريف الديب وقناة اليوتيوب فري ليرن، مفيش مسافة ما بينهم. الكورس ده مناسب للمبتدئين اللي حابين يدخلوا مجال البرمجة وما عندهمش أي خلفية سابقة عن البرمجة، وفي نفس الوقت مناسب للمحترفين اللي حابين يتعرفوا على التقنيات الحديثة في البرمجة ويعرفوا أفكار جديدة. وهتعمد في المرحلة الأولى من الكورس ده أقلل من كتابة الأكواد البرمجية، عشان أنا حابب تركز على المفاهيم وطرق حل المشكلات أكتر من الأكواد نفسها، ومش عايز دماغك تقفل على لغة برمجة واحدة. مع كل مفهوم هنشرحه هنحاول نطبقه على اكتر من لغة برمجة، وده هيساعدنا نقدر نعرف الفرق بين لغات البرمجة في كل جزئية ونقاط ضعف وقوة كل لغة، وده طبعا هيساعدنا نختار اللغة المناسبة للمشروع اللي احنا عاوزين ننفذه. طبعا اي حد حابب يساهم في الكورس هيكون مرحب بيه جدا، سواء حابب يضيف على معلوماتنا او يساعد في الرد على الاستفسارات او يساعد في شرح اجزاء من الكورس او يساعد في اخراج الكورس بشكل افضل او يعمل مونتاج او اي مساهمة من اي نوع هيكون مرحب بيه جدا. لو تعلمنا البرمجة بقى ممكن نوصل لايه؟ اول حاجة ممكن تعمل تطبيقات بارباح ممكن توصل لمليارات الدولارات، زي مثلا مايكروسوفت ارباحها في 2018 بس كان 97 مليار دولار. الفيسبوك لو بصينا في الشارت هنا هنلاقي ان التوتال ريفينيو في 2018 وصل ل 55.8 مليار دولار. ارباح جوجل او شركة الفابت اللي هي الشركة الام لجوجل ارباحها وصلت في 2018 ل 136.8 مليار دولار. الالعاب اللي احنا بنلعبها كل يوم اللي هي اصلا بتبقى مجانية زي فورتنايت وبوبجي وكلاش اوف كلانز بتعمل ارباح اكتر من مليون دولار في اليوم الواحد. تاني حاجة، البرمجة ممكن تكون مصدر دخل اضافي ليك في اوقات فراغك، ممكن تشتغل بدوام جزئي او دوام كلي، ممكن تشتغل في شركة كبيرة او تشتغل مع نفسك من البيت عن طريق الانترنت كفريلانسر. تالت حاجة، تقدر تعمل اي مهمة بشكل اوتوماتيك، اي حاجة تخطر في بالك ممكن تعمل لها تطبيق بنفسك ينفذها. خد عندك شوية تطبيقات بسيطة جدا ممكن تنفذ لك مهام بتعملها في حياتك اليومية، مثلا تطبيق فلاتر على صورك وتحط اللوجو الخاص بيك عليها اوتوماتيك وتضيف فريمز وتعمل كروب لها بالمقاسات المناسبة للانستجرام مثلا وترفعها على الانستجرام ومواقع السوشيال ميديا، كل ده اوتوماتيك بدون اي تدخل منك. ممكن مثلا تعمل برنامج بيبعت التهنئة في المناسبات لكل اصحابك على الواتساب، كل واحد بتوصله رسالة باسمه سواء في عيد ميلاده او في الاعياد العامة. ممكن مثلا تعمل تطبيقات صغيرة تنفذ المهام الرخمة اللي بتضطر تعملها كل يوم في شغلك بشكل روتيني ومتكرر. البرمجة بصفة عامة موجودة في حياتنا، في كل شيء في حياتنا مهما كان بسيط زي الآلة الحاسبة او معقد زي الأقمار الصناعية، انت بنفسك بتتعامل مع البرمجة طول الوقت، وانت بتستخدم موبايلك وانت بتبعت ايميل في شغلك وانت بتكلم اصحابك على الفيس او الواتس وانت بتتفرج على التلفزيون. الكورس ده هيبقى مركز على الاساسيات والمفاهيم، واي كورس تاني او لغة برمجة هتحب تدرسها هتبقى مبنية على الكورس الاساسيات ده. ففي كل مرة انت حابب تتعلم لغة برمجة جديدة بدل ما تبدأ من الصفر هيبقى اوريدي عندك الاساسيات والمفاهيم كلها، ويدوبك انت هتبقى حابب بس تشوف الاكواد بتتكتب ازاي، فهتلاقي نفسك اوريدي عارف معظم ما يتعلق بكل لغة برمجة. اثناء ما احنا بنشرح في حاجات بنبقى حابين نتعمق فيها، فهيبقى في كورسات فرعية من الكورس ده. يعني مثلا لو حابين
نعمل ابلكيشن اندرويد تحديدا، فهيبقى فيه كورس فرعي هنتكلم فيه عن لغة برمجة زي الكوتلين، وهنتكلم فيه عن ازاي نعمل تطبيقات اندرويد بشكل خاص. في كل مفهوم هيقابلنا هنعمل كورس فرعي صغير بيتكلم بشكل متخصص عن الكورس ده او المفهوم ده، ولكن في الكورس الاساسي بتاعنا هنتكلم فقط عن المفاهيم الاساسية. عشان كده كل واحد هيختار، يعني انت كده كده هتكمل الكورس الاساسي ده لاخره، لكن الكورسات الفرعية انت هتختار منها حسب التخصص اللي انت حابب تتعمق فيه. لو في اي مفهوم انت مش حابب تتعمق فيه هيبقى على الاقل انت اخدت فكرة عنه وعرفته، ممكن تبقى ترجع له في اي وقت فيما بعد. لكن لو انت حابب تتعمق فيه هتلاقي كورس فرعي، هحاول اخليه كورس صغير على قد ما اقدر، هيبقى فيه تطبيق عملي بشكل خاص على المفهوم او الابليكيشن اللي احنا عايزين ننفذه. انا عاوزك تخرج من الكورس ده قادر تنفذ مشروع كامل مش ابليكيشن. الابليكيشن جزء من المشروع، لكن المشروع اشمل من كده بكتير. المشروع عبارة عن ادارة كاملة لكل الريسورسز اللي تخص الابليكيشن او مجموعة الابليكيشنز، بما في ذلك التيم ورك اللي انت بتكونه، وحل المشكلات وتطوير الابليكيشن باستمرار، ودراسة الماركت بشكل متعمق، ودراسة اليوزر اكسبيرينس، حاجات كتير قوي بتخص المشروع. عشان كده احنا هنركز على تنفيذ مشروع متكامل مش بس ابليكيشن. الابليكيشن هيبقى جزء من المشروع.